بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحنيبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العناية التمريضية عندما يرتفع ضغط الدم عند الحامل. طبعا أول شيء ابتداء إرشاد الحامل بأكثر من فترات الراحة، هذا أول شيء. ثاني شيء مراقبة وزن الحامل كل أسبوع، وإرشاد المريضة بالامتناع عن تناول الأملاح في الطعام أو تقليل الأملاح في الطعام، وأيضا إرشاد المريضة بمراجعة الطبيب المختص في الأسابيع الأخيرة من الحمل بسبب خطورة المرض وارتفاع ضغط الدم. قد يرجع ترجع أسبابه قد يرجع يعني السبب ضغط الدم عند بعض الحوامل نتيجة تسمم الحمل أو نتيجة ارتفاع الضغط المرضي. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.